عبر الهاتف ينضم الينا كذلك الاستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. استاذ عبد الغني، اهلا وسهلا بحضرتك. قدمت مصر على مدار سنوات عمرها الماضيه، على مدار ما يزيد على 1000 سنه، شيئا عظيما وكبيرا لخدمه كتاب الله تعالى وللسنه النبويه المطهره، لكنها كذلك وعلى مدار السنوات السبع او الثماني المنقضيه ايضا قدمت شيئا كثيرا. تابعنا او سلطنا الضوء على جانب من ذلك في الفيلم الذي قدم، مصر في خدمة كتاب الله. كيف لك أن تجمل لنا أبرز ما قدمته مصر في هذا الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل سنة وحضرتك طيب، كل السادة المشاهدين بخير. هو مصر تاريخها في خدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة هو مسار فخر لهذه الأمة المصرية، وعلى وجه الخصوص يعني حضرتك أشرت في الثمانية أعوام الأخيرة يعني مضاعفة الجوائز الخاصة بحفظ كتاب الله وإضافة فروع جديدة وأيضا الرعاية وعمارة المساجد المنتشرة في كل مصر وتخصيص جزء كبير جدا من ريع الأوقاف لخدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني عندما تهتم القيادة السياسية بذاتها بهذا الأمر وفي الحقيقة بيعطي زخم كبير جدا للكتاتيب وللقطاعات التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بحاجة إلى عودة العمق الذي يحافظ على كتاب الله مرة أخرى، وهذا ما حدث بالنسبة للقرية وبالنسبة للنبوة وبالنسبة للمراكز، وهو أمر في غاية الأهمية. القضية ليست قضية احتفالية واحتفاء بحفظ كتاب الله في ليلة وفقط، ولكن هذا العمل الكبير الذي يمتد إلى كل ربوع مصر، وأن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محل تقدير وخدمة من الجميع. وأنا هنا أستشهد بما قاله فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن هذه الأمة عليها هم كبير، وأنها الأمة التي علمت الدنيا كيف يكون الإسلام. لذلك فخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد الدعائم التي تقوم عليها الأمة المصرية والتي تقوم عليها الدولة المصرية في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ما يحدث الآن في مسألة الجوائز التي تمنح إلى كل، ونحن رأينا في كل دول العالم مسابقة عالمية معتمدة في كل دول العالم، والليلة في الجامع الأزهر أيضا يوجد العديد جدا من الحفاظ والآلاف من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أيضا في الجامع الأزهر، مما يدل على أن كل القطاعات المعنية بخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعبت هذه الرسالة وتعمل على نشر صحيح الدين. إذا كان هناك الصوت المتطرف محاربته ومواجهته أمر في غاية الأهمية وفرض عين، فإن نشر الفكر الوسطي الذي يعبر عن صحيح الدين هو على نفس الفرضية ولا بد أن يكون على نفس الجدية. لذلك ما تقوم به الدولة المصرية عبر تاريخها وعبر تاريخ الإسلام هو أمر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وندعو الله أن يزيد وأن يستمر، لأن هذا يعني شأن مهم جدا وعلامة فارقة لهذه الأمة وللتعبير عن وسطيتها التي تعبر في كل منحة من مناحي الحياة عن كيف يكون الإسلام وكيف تكون وسطية هذا الدين الحمد. طيب دكتور عبد الغني، بالحديث عن الوسطية السيد الرئيس أكد في كلمته على ضرورة إعمال العقل والفهم الصحيح للدين في ضوء تجديد الخطاب الديني، ما الذي يجب الارتكاز عليه لنشر هذه المفاهيم وتجديد الخطاب الديني، وكما ربما ذكرنا منذ قليل عدم ضياع الكثير من المفاهيم أو انتشار المفاهيم المغلوطة؟ وفي الحقيقة الخطاب السيد الرئيس المتكرر عن تجديد الخطاب الديني وإعطاء أولوية قصوى في أن من يقومون على شأن هذا الخطاب لابد أن يكون هناك تكريم ولابد أن يكون هناك تعليم ولابد أن يكون هناك تدريب. ونحن في الحقيقة يعني نشكر السيد الرئيس على اللفتة الرائعة التي تمثل تكريم لنا جميعا ولكل الأزاهرة عندما أشار إلى أن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء يتحدث في كلمته ويطوف ليعبر عنا جميعا. يعني كلمة الدكتور أحمد حقيقي لا تعبر عن تجديد الخطاب الديني وفقط، ولكنها تعبر عن عمق هذا التجديد المرجو لنا جميعا الذي لا بد أن ندور حوله. لذلك أنا يعني أحسن السيد الرئيس عندما عبرت عنا وعبرت عن كل العاملين في مجال الدعوة وعن كل من يرفعون راية الوسطية والاعتدال وتجديد الخطاب الديني عندما أشار السيد الرئيس
إلى أن تكون كلمة الدكتور أحمد عمر هاشمي هي التعبير عن كل هذا الرقم الذي يعاب عن هذا الدكتور. الحقيقة مؤسسة الأزهر ومنهجية الأزهر الشريف الذي دائما وأبدا يشير إليها السيد الرئيس وتعبر عن وسطية هذا الدين الحنيف تقفل أبدا باب التجديد. ولكن ما حدث في هذه الأيام وما حدث في هذه السنين أن الدعم الكبير جدا الذي توليه الدولة لهذا الملف لأنه في الحقيقة مصر هي التي تقوم بتعريف العالم كل هذه الوسطية. نحن نرى أن هناك تكتل للجماعات والمنهجية الوحيدة دعيني أقول الوحيدة التي تعبر عن وسطية هذا الدين واعتداله هي منهجية الأزهر الشريف. لا يوجد في العالم منهجية أخرى تعبر عن أن يسير العقل مع النقل، أن يكون هناك تربية في التصوف الإسلامي، أن يكون هناك تعددية في المذاهب الفقهية. لا توجد يعني منهجية علمية تعبر عن هذا الدين إلا هذه المنهجية العلمية. لذلك كان خطاب السيد الرئيس عن العقل وعن تجديد الخطاب. سيد عبد الغني معلش حضرتك أتيت إلى إشارة مهمة للغاية ونحن توقفنا حتى عندها، التكريم الأدبي والأخلاقي والإنسان الراقي للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار أحد أكبر وأهم المحدثين الموجودين في عصرنا الحالي، أطال الله بقاءه ومد في عمره. آمين آمين يا رب. الحديث المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أننا الأمة الوسط، على أننا سنعلي من قيمة كتاب الله ومن السنة النبوية المشرفة، لكننا كذلك سنسير وفق المنهج القرآني بحتمية النظر والتفكر والتدبر في آيات الله وفي مقاصد الشرع الحنيف. كيف لنا أن نقف هذا الموقف بعيدا عن كتائب التطرف وكتائب الحداثة والتغريب من الراغبين في تمييع الدين؟ كيف لنا أن نقف هذا الموقف الوسط؟ وحضرتك أنا يمكن طرحت أكثر من مرة أننا لابد أن يكون الخطاب الذي يعبر عن صحيح الدين هو الخطاب الأكثر حضورا على مستوى الخطاب المتطرف. وفي هذا العصر حتى يكون الخطاب الإسلامي المعتدل الذي يعبر عن صحيح الدين والذي يعبر عنه الأزهر الشريف هو الأكثر حضورا، لابد من النظر في المحتوى الرقمي الديني. لابد أن نمتلك منصات رقمية كبيرة جدا تعبر عن هذا الدين. لابد أن يكون لدينا مدونون، لابد أن يكون في مدونين بيعبروا عن الشأن الإسلامي كما أن هناك مدونون يعبرون عن العلوم المختلفة والفنون والأمور المختلفة. لابد أن يكون هناك أيضا مدونون بهذا العمق في منصات مختلفة تمتد هذه المنصات لأخذ معلوماتها من المؤسسات التي تعبر عن صحيح الدين. أيضا لابد على كل من يعمل في مجال الدعوة الإسلامية أن يعلم أن قيامه بنشر الأفكار الوسطية وبسماحة الإسلام وبالتعبير عن سماحة الإسلام هو أمر مهم جدا، ليس فقط لمواجهة التطرف ولكن للحفاظ على وسطية أبنائنا وللحفاظ على شبابنا وللحفاظ على مستقبلنا. هذا الحفاظ لا يقل بأي حال من الأحوال عن مواجهة التطرف. لابد أن نحافظ على المعتدلين أنفسهم بهذا الخطاب وبهذا التعبير الذي يعبر عن وسطية هذا الدين الخالص. دعني أقول أيضا أننا لابد أن نمتلك قنوات حقيقية مؤثرة. يعني أنا أعتقد أن إشارة السيد الرئيس في تكريم وكلمة الدكتور أحمد اللي حضرتك أشرت إليها في كلامه تشرنا إلى أمر مهم جدا. لابد من إعادة النظر في أن يكون لهؤلاء العلماء الكبار وضع خاص في مسألة تكريمهم. يعني إشارة السيد الرئيس لماذا أيضا لا تمتد هذه أن تمد له من مؤسسات إمكانية حضور مؤتمرات عالمية، أن خطاباتهم ودروسهم تكون مذاعة على مستوى العالم، أن ما يقومون به لابد أن يكون هناك مكتب كبير جدا يساعد هذا الخطاب الذي يعبر عن وسطية هذا الدين والعظيم والممتد إلى آلاف السنين إلى أن يصل إلى كل العالم وبلغات مختلفة. دعني أقول أننا نمتلك هذا الزخم الهائل الذي يعبر عن وسطية الدين، ولكننا أيضا نمتلك في الحقيقة علماء كبار نحمد الله سبحانه وتعالى عليهم، زي ما حضرتك أشرت وزي ما يعني السيد الرئيس قدم الدكتور أحمد في كلمته. هؤلاء العلماء لابد أن نحافظ عليهم وعلى تراثهم وأن نبرزه وأن نوضحه لكل الناس، لأن هذه هي قوة مصر، لأن هذه هي قوة مصر الناعمة في نشر وسطية هذا الدين واعتداله. إذن لابد أن يقابل الحضور بحضور. تلك هي أهم النقاط التي لابد أن نراعيها في مسألة
تجديد الفكر وتجديد الخطاب الديني. طيب في هذا الإطار أستاذ عبد الغني، ونحن نتحدث عن تجديد الفكر أو تجديد الخطاب الديني، وتحدثت منذ قليل عن الأزهر الشريف ودور الأزهر الشريف المتفرد في العالم بشكل أوسع أو أشمل في ظل انتشار الكثير من المفاهيم المغلوطة في العالم عن الإسلام أو المفاهيم المتشددة عن الإسلام، ما الذي يمكن أن يقوم به الأزهر اليوم لمواجهة هذه المفاهيم وهذه الأفكار التي لا تمت بصلة لصحيح الدين؟ بص، في البداية دعينا نتفق على أن الأزهر يقوم بدور مهم جدا ودور تاريخي في العالم. نحن نتحدث عن هذه المؤسسة التي تقوم بتعليم الوافدين لأكثر من يعني ألف سنة ويزيد 82 سنة. ولكن أيضا في هذا العصر الحديث لا بد من مسألة عودة هذه الريادة على المستوى، وأنا أؤكد وأقول أن المستوى الإعلامي والمستوى الرقمي أصبح أمرا وأصبحت معادلة مهمة جدا لابد أن تكون القيادة فيها وأن يكون دور الأزهر. والمستوى الإعلامي والرقمي أستاذ عبد الغني هو الذي يستطيع مواجهة هذه الأفكار التي نتحدث عنها في الكثير من دول العالم. بالضبط، لأن الآن يعني الشباب في كل العالم أصبح يسأل هذا الشيخ الرقمي وهذا الشيخ جوجل وهذا الشيخ الموجود على الإنترنت. لذلك لابد أن يكون موقع الأزهر في هذه المنصات وفي هذا المحتوى هو موقع الصدارة. تلك الصناعة ثقيلة جدا لابد أن ننتبه فيها، ومن المفروض أن نبدأ فيها من الأمس وليس اليوم، وهو أمر في الحقيقة أهم من يعني من أمور كثيرة جدا. أستاذ عبد الغني، بالحديث عن المنجزات التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، لأن هناك من بين جماعات التطرف والفكر الشاذ من يريدون إحداث الوقيعة بين مصر، بين الدولة ومؤسساتها، وبين الدين، وكأن هناك قطيعة قائمة بينهما. ما من مناسبة تخص هذا الشأن إلا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضورها والتحدث فيها وتكريم المنتسبين إلى هذه المناسبة، وعلى رأسهم بالطبع حفظة كتاب الله. كيف رسخت مصر هذا الدور التاريخي القديم لكنه بصورة عصرية على مدار السنوات الماضية خدمة حضرتك للدعوة؟ احنا اولا لسنا في مجال دفاع عن هذا دور تاريخي للدولة المصرية، ونحن لا ندافع لمثل هذه الأقلام او لمثل هذه الصفحات الممولة المأجورة التي لا تريد بنا خيرا. يعني نحن لسنا في موقع دفاع، ولكن في الحقيقة نحن نحتاج الى المزيد من الإصرار، الى المزيد من مواصلة العمل الجاد لمواجهة هذه الجماعات ولمواجهة هذه الأفكار. لابد أن تكون أفكار الإسلام هي الأكثر، هذا أمر تعبدي، هذا أمر يتعلق بإيماننا بالمولى سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن يكون هذا المستوى من الإيمان بالله والإيمان بسيدنا بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضورها أنه أمر تعبدي صحيح. يعني هذه الجماعات كلامها لا يزيدنا إلا إصرارا وإلا تأكيدا على هذا المستوى. الحفاظ على الدور المصري أستاذ عبد الغني، لأن مصر بالنسبة لكثيرين من أشقائنا الأفارقة ومن حتى دول عديدة في جنوب شرق آسيا ودول في غرب آسيا تفدوا إلى مصر خصيصا لكي تنهل من معين هذا العلم، وربما كانت اللفتة الكريمة المستمرة من الرئيس السيسي بأن يحظى بعض غير الناطقين بالعربية كلغة أم بهذا التكريم أو بأشكال مختلفة لهذا التكريم. كيف لنا أن نحافظ على هذه الوضعية الاستثنائية والمتفردة التي تتمتع بها مصر في هذا المضمار؟ حتى نحافظ على ما تقوم به مصر من خدمة كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية الوافدين، لابد أن نتشارك جميعا لابد تشارك في هذا الأمر. جميع المستويات، سواء الإعلامي منها، سواء كان الثقافي، سواء كان الديني. يعني في بعض الأحيان بتخرج بعض الإساءات للمؤسسات أو للعاملين في الحقل الدعوي، لابد أن تتوقف مثل هذه الإساءات. لابد أن نمتلك مشروعا متكاملا للآخر، لابد أن نثق في أن هذه الثقة التي تكونت عبر أكثر من 500 سنة، هذه الثقة لابد أن لا نفرط فيها أبدا، وأن نسعى إلى تأكيدها وتوكيدها لدى الطلاب الوافدين. هذه أمانة، والله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذه الأمانة، لذلك لابد أن نكون على قدر المسؤولية، ولابد أن نعلم أن هذا الدور اختاره الله لهذه الأمة، وندعو الله أن يستمر هذا الدور لهذه الأمة أبدا الأبدين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منضما إلينا عبر الهاتف. وهذه اللقطات إذن التي نتابعها مع حضراتكم، وكانت قبل لحظات من هذه الاحتفالية